وعلى خلفية الشد والجذب السياسي يتطلع الشارع الكردي بخوض الأطراف السياسية في بغداد وأربيل جولة جديدة من المفاوضات بهدف حل المشكلات العالقة بين الطرفين، اعتمادا على مبادئ الدستور العراقي والجلوس على طاولة المفاوضات. للتفاصيل نتابع تقرير الزميل عباس محمد. يترقب مواطنو كردستان أن تنطلق في الأيام المقبلة جولة جديدة من المفاوضات بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان العراق لصوغ اتفاق جديد حول الملفات الخلافية المتراكمة في ظل عقبات يواجهانها لإنتاج مخرجات للقرارات القضائية العليا الصادرة حول القضايا المالية. حكومة الإقليم وعلى لسان المتحدث الرسمي لها أكدت حسن نية الإقليم في الوصول لحلول مشتركة بين الطرفين. أولا الحكومة عندها نية حقيقية للاتفاق ويا حكومة بغداد، هذا لا غبار عليه، ما مجال بالمناقشة، يعني ما نناقش هذا، بس أكيد هناك بعض المسائل العالقة اللي هي من زمان موجودة، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الفدرالية والتفكير بشكل يعني ينظر للمقابل كأنه الشريك وليس تابع. يعني احنا عندنا هاي الإشكالية حقيقة ما أخفيها عليك، هذا راح ينطوي يعني على جملة من المسائل. لذا إذا اتفقنا احنا شركاء في العراق لابد أن نقرر سوية على القضايا المصيرية مثلا، وأنا أقول لك القضايا المصيرية هي قضية النفط، قضية الدستور، قضية السلطة القضائية. احنا طالبنا من الحكومة العراقية أو هذا الاتفاق اللي صار بين القوى السياسية مع تحالف إدارة الدولة، يعني لابد من تشريع قانون الموازنة سوية، وأيضا تشريع قانون النفط والغاز خلال 6 أشهر، وأيضا طالبنا بإصدار قانون أو تشريع قانون المحكمة الاتحادية. إحنا عندنا عندنا مخاوف عن انحراف المسار الفيدرالي، للأسف هو منحرف ولكن راح ينحرف أكثر وما يحمد عقباه. لذا لابد من الحفاظ على المسار الفيدرالي كمفهوم شراكة وتوافق وتوازن. مراقبون للمشهد أكدوا في تصريحات لمراسل قناة صلاح الدين الفضائية إن الجلوس على طاولة المفاوضات والاحتكام للدستور هو الحل الأمثل لمعالجة جميع المشكلات العالقة. اليوم الاتفاقيات بين بغداد وبين إقليم كردستان مهمة جدا، لأنه تخص قوت الناس، رواتب الموظفين، وكذلك موازنة المحافظات الثلاثة أربيل والسليمانية ودهوك. يجب على حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية الالتزام ببنود الاتفاق بينهم. يجب على حكومة الإقليم أن تعلم بأن بغداد هي المنفذ الأخير والوحيد لها من ناحية التفاوض والجلوس على طاولة الحوار، وكذلك يجب على بغداد أن تعلم بأن حكومة الإقليم عملية بيع نفطها وكذلك قوت الناس، رواتب الموظفين تقع على عاتق الحكومة الاتحادية. اليوم الموظف الكردستاني في أربيل في السليمانية لا يختلف عن الموظف العربي الموجود في النجف وفي البصرة. يجب على الحكومة الاتحادية أن لا تلعب بقوت الناس من خلال إصدار قرارات قد تمس رواتب الموظفين وكذلك الوضع الاقتصادي بصورة عامة في داخل الإقليم. وعليه يجب أن يكون هناك التزام لبنود الاتفاق وكذلك الارتكاز على الدستور العراقي من ناحية الاتفاقيات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. يجب أن تطبق بنود الدستور بين حكومة إقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية. يجب أن تكون هنالك زيارات من قبل من وفود سواء من الحكومة الاتحادية أو من الإقليم بهدف خدمة المواطنين في كردستان. يجب أن تكون هنالك اتفاقات على الأقل مبدئية بما يخص الموازنة وإنعكاسها بشكل إيجابي على الشارع الكردستاني. ووفقا لتسريبات متداولة فأن المطالب الكردية في إطار حل المشكلات العالقة تتضمن تشريع قانون النفط والغاز وإعادة إطلاق حصة الإقليم في الموازنة، فضلا عن إعادة المناصب التي كانت حصة الكرد في مناطق موضع النزاع، بخاصة في محافظتي كركوك ونينوى وكذلك في صلاح الدين وديالة، مع السماح بإعادة فتح مقار ومكاتب القوى الكردية بعد أن كانت انسحبت على وقع إجراءات عقابية اتخذتها بغداد في عام 2017 ضد الإقليم لخوضه الاستفتاء. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.